وقال بعض العلماء أهل الليل ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يقولون بأن الحسن بن صالح باع جارية له، باع جارية له، فاشتراها قوم، فقامت من الليل تصلي فما وجدت أحدا يقوم، فنادت الصلاة الصلاة، فقام أهل البيت قالوا أصبحنا، أذن الفجر، فقالت لهم وما تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. فرجعت إلى الحسن بن صالح فقالت يا سيدي ردني، فإنك بعتني إلى قوم لا يقومون الليل، وهي جارية تأثرت بهذا العالم. ولذلك قيام الليل كان سمة، إذا جاء الليل تسمع للبيوتات دوي بقراءة القرآن كدوي النحل، كما كان عبد الله بن مسعود إذا قام الليل يوصف يسمع لبيته دوي كدوي النحل رضي الله عنه من قراءة القرآن. إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين، منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خضوع. يقول الأول يا رجال الليل جد، رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. هكذا كانوا رضي الله عنهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بقيام أصحابه من الليل ويتتبع أصواتهم صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن قيام الليل كان دأب الصالحين الذين قبل الصحابة من الأنبياء ومن تبعهم، ونحن نقول أيضا هو دأب الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين. أألهتك اللذائذ والأماني، عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن.